الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، شوف ذكر بعدها، ذكر بعدها قال مثلا: نذكر بعد هذا من يتناوله خطاب الأمر، وتكلم عن مسألة مخاطبة الكفار الشريعة بفروع الشريعة، يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، وأخذ يعطي بعض الأدلة العقلية طيب ويردها، ونحن نعرض المسألة بإيجاز، ثم ذلك بعد ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة يأتي التفصيل فيها تفصيلا تاما على هذا الباب. مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. الجمهور يرون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه المسألة حتى لو نظرنا إلى ثمرة الخلاف فيها، فيها نظر كبير جدا. والأحناف يرون بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. دليل الأحناف يقولون: وما الفائدة أن يخاطب بفروع الشريعة ولو أتى بها لا تقبل منه؟ يعني ما الفائدة بأن نقول مخاطبون بفروع الشريعة ولو أتوا بها ما قبلت؟ يعني الآن هو مخاطب بفرع من فروع الشريعة، الصلاة، فهو مخاطب بالصلاة ولو أتى بها لا تقبل، لأن الله قال تقبل، فما الفائدة، فما الثمرة؟ لأن الله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اشترط الإيمان. يعني معنى ذلك أنه لا يقبل إلا إذا آمن. وقد يستدل لهم بحديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، قال: فإنهم أجابوك فأعلمهم. وأنا أريد وجه الدلالة من هذا الحديث، قال: فإنهم أطاعوك فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صور، قال: فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم. وجه الدلالة هنا يمكن أن يقال أن وجه الدلالة من ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك، فما جعل المخاطبة وفرضية الصلاة إلا إذا وجدت الطاعة منهم، إلا إذا وجدت منهم الطاعة بالتوحيد، يعني إذا وجدت منهم الإيمان والتوحيد خطب بالصلاة وخطب بالزكاة. قال: فإنهم أطاعوك فإنهم أجابوك فعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم والليل، فإن أطاعوك فعلموا أن الله جعل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه أدلة الأحناف، وهناك أدلة أخرى يتمسكون بها سيأتي شرح تفصيلها من الكتاب، لكن هذه أدلة الأحناف التي تبين بأن الكفار غير مخاطبين بالشريعة. الجمهور قالوا: الكفار مخاطبون بالشريعة، والأدلة على ذلك سمعية ونظرية، وفيها رد على الأحناف أيضا. الأدلة التي يستدلون بها بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قول الله جل وعلا: قالوا: لم نكن من المصلين. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. لم نكن من المصلين، وهذه دلالة أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، أو مخاطبون بفروع الشريعة. وأيضا استدلوا على ذلك: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. أما ما قال الأحناف بأنهم لو أتوا بها لم تقبل، والأشد من ذلك نظرا أنهم قالوا: وعند الإسلام، وعند الإسلام لا يخاطب بالقضاء. وصراحة قوة عند الأحناف فيها، لأنه لو قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة يبقى عند الإسلام يجب عليهم القضاء، يبقى عندنا وجهتان من النظر بقوة عند الأحناف. أحد يستطيع يغالب الأحناف في هذا؟ يعني يأتي لنا بإجابات عن هذه الأدلة النظرية؟ في أحد يستطيع؟ كيف الإجابة عن وجهتين النظر هنا؟ القوم من الجماهير يقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن وجهات النظر قوية عند الأحناف في هذا الباب، وتفنيد هذه الوجهات وحلها هو الذي يقوي جانب من قال بأنهم غير مخاطبين. فنقول:
وبالله التوفيق. هم قالوا الآن ما الثمرة في ذلك؟ ما الثمرة؟ هذا وجهة النظر الأولى. وجهة النظر الثانية بأنه لو أسلم ليس عليه قضاء ما مضى، ليس عليه قضاء ما مضى. فنقول أولا في قوله ليس عليه قضاء ما مضى، لأن ما مضى قد فات وقته، والأصل العام كل عبادة مؤقتة بوقت فات وقتها فاتت إلا إذا دل الدليل. نقول فات وقتها فاتت، فات وقتها فاتت، ولا تكون إلا بأمر جديد، ولا أمر جديد لذلك. الثاني هو مهم جدا، أنهم قالوا ما الثمرة، لأنه حتى لو أتى بها حالة كوني كافرا، حتى لو أتى بها حالة كوني كافرا فإنه لا تقبل منه، ولا بد من الإيمان. فقال علماء هنا نعم هذه زيادة، تكون زيادة في النكاس، زيادة في النكاس، يعني زيادة، تكون زيادة في العقاب، ويكون ردا على الأحناف في هذه المسألة. يبقى المسألة أخذ ورد ونقاشات في الكتاب، سنأتي بها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن هي مسألة أصولية مهمة. والحق أن هذه مسألة يعني أنا ما أرى لها فائدة أصولية، يعني ما أرى لها ثمرة أصولية حتى نفرد لها كلاما كثيرا، لكن من أجل الكتاب هو أبدأ الأدلة النظرية والأثرية، فنحاول خلق أن نأخذ بها، والله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.